استقبلت وزارة الداخلية مسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى لمكافحة المخدرات، وتأتي الزيارة تأكيدا على الدور المصري الريادي في مجال مكافحة المواد المخدرة محليا وإقليميا ودوليا. ترتكز الاستراتيجيات الأمنية المصرية على تفعيل التعاون الأمني الإقليمي والدولي في مجال مكافحة المواد المخدرة لمنع عمليات الجلب والتهريب عبر الحدود. من هذا المنطلق وحرصا على تفعيل هذا التعاون، استضافت مصر زيارة مسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى لتبادل الخبرات والمعلومات وتفعيل التعاون المشترك في مجال مكافحة المواد المخدرة. الحقيقة احنا هذا المؤتمر يأتي في زي ما حكيت أنا في إطار دعم وتعزيز التعاون العربي والاستفادة من تجارب والخبرات الموجودة في الدول العربية، ليتسنى لنا كمكتب عربي لتعميم هذه التجارب على جميع الدول العربية والاستفادة منها في مكافحة آفة المخدرات. وتأتي استضافة مصر لهذه الاجتماعات تأكيدا على الدور المصري الريادي في مجال مكافحة المواد المخدرة محليا وإقليميا ودوليا، وهو ما أشاد به الحضور الذين أبدوا رغبتهم في الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال. جمهورية مصر العربية على اعتبار أنه لديها باع طويل في هذه الجريمة، لديها تجارب جدا جيدة. ارتفاع كبير إن شاء الله باستمرار التعاون واستمرار زيادة الجهود في التنسيق المستمر بين الأجهزة. هذا شيء صراحة لمسناه في المؤتمر، ونشكر وزارة الداخلية مثلا بجهاز المخدرات حسن استضافة واستقبال. طلعت معظم الدول أو جميع الدول على تجارب الدول الأخرى، وكان من أجل إيجاد فرص لتحسين مستوى أدائها في مكافحة المخدرات سواء من حيث العرض أو الطلب. الاجتماعات استمرت على مدى يومين، تم خلالهما استعراض الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة المخدرات بمحوريها مكافحة العرض وخفض الطلب، وكذا التجارب الوطنية للدول المعنية وتعزيز التعاون بخاصة في الجانب المعلوماتي لمنع عمليات الجلب والتهريب. التجربة المصرية رائعة جدا، تجربة عريقة جدا كما ذكرت، يعني إدارة تعمل منذ 1929، فما بالك احنا في 2023 وما زالت تتطور هذه الإدارة، ونتمنى لهذه الإدارة تطور. طبعا الجمهورية العربية المصرية لها باع طويل في مكافحة المخدرات، وعندهم خبرة كبيرة في مكافحة المخدرات، وكان لنا الشرف أنه نتعاطى معهم ونعرف شو طرق مكافحة المخدرات في مصر. اختتمت الاجتماعات فعالياتها بعدد من التوصيات، أبرزها أهمية الرقابة على المنافذ الشرعية والمناطق الحدودية للتصدي لمحاولات جلب وتهريب المواد المخدرة من خلالها، وتعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتكثيف حملات التوعية بأضرار المخدرات. على هامش الاجتماعات قامت الوفود المشاركة بزيارة لمتحف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واستعراض مقتنياته التاريخية وما تم توثيقه من وقائع ضبط متميزة وأشكال وأنواع المواد المخدرة، وكذا تنظيم زيارة لقسم المعمل والتحليل الفني التابع للإدارة. جاء اجتماع مسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى لمكافحة المخدرات في مصر، تأكيدا على أهمية ما توليه الاستراتيجية الأمنية للتعاون الدولي الإقليمي لمكافحة المخدرات، والذي انعكس على النجاحات الكبيرة المحققة في هذا المجال.